السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي اخواتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير، لا انتم ولا الطورات ديالكم ولا الناس اللي تبغيو. عواشركم مباركة، رمضان مبارك. نتمنى ان الله يتقبل منا الصلاة والقيام والصيام، يجعلنا من الذين يقال لهم قوموا هنيئا لكم مغفور لكم، ومن الذين يعتق رقابهم من النار في هذا الشهر المبارك. بغيت نوريكم واحد الطبيعة هنايا، هذا اول فيديو غادي نديرو في رمضان ان شاء الله، والموضوع ديالو غادي يكون تتمه ديال سميتو ديال السلسله اللي كنت وصلت لمرحله وضع البيض، ثم ان شاء الله مرحله الفقس، ثم اتي مرحله الفطام. وهذا المنظر ان شاء الله يعجبكم، وهذا الشيء ما كاينش طبيعه، ما كاين الشتاء قليل هذا العام. هادشي اللي كاين الاخوان في مرحلة وضع البيض، يمكننا ان نقدم قصور البيض. ضروري ان نقدم قصور البيض للاناث التي على وشك وضع البيض. واما او عظم الحبار او السبير، هادو من الضروري دائما ان يكونوا لدى الاناث التي على وشك وضع البيض، كيفما كان نوع الطير، سواء كان الحسون جميع طيور الزينة، عليك أن تقدم لهم قصور البيض حين تستعد للإنتاج أو عظم السيبيا. لكي تنسى الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. كما تشاهدون الآن، الأنثى نزلت مباشرة تأكل قصور البيض لأن لديها نقص في الكالسيوم، أو أنها تستعد لوضع البيض، مع العلم أن هذه الأنثى وضعت البيضة الأولى. أما بالنسبة للإناث التي لديها فراخ، فلا بد لك أن تقدم لها بيضا مسلوخا. لماذا؟ لأنه يساعد الفراخ النمو المبكر، ويساعد الإنثى على إطعام الفراخ عوض أن تأكل الحبوب وتقوم بتخزينها في حويصلتها لمدة طويلة حتى يجوع الطائر فرخها. كما نلاحظ، نقدم دائما نصف البيضة لكوبلة لزوج من القمر. أما إن كان زوج آخر، أو مثلا كالبيروش أو الكوكتيل أو الفيشر، فسنقدم بيضة كاملة. شكرا. سنعود إلى الأنثى الأولى. كما نلاحظ كيف تقوم بأكل هي والذكر كسور البيض، إذن لديهم نقص في الكالسيوم، أو أنهم يستعدون لوضع البيض.